وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في الجليل الأعلى أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما أحدث ما نشر عن هذه الاستهدافات المتبادلة؟ أهلا أحمد. يعني حاليا تدوي صافرات الإنذار في شمال هضبة الجولان السوري المحتل. نتحدث عن 4 مناطق أو 5 مناطق على الأقل، من بينها منطقتي كيلع وشاعل، وهي مناطق عادة ما يستهدفها حزب الله، وهي مواقع عسكرية وفقا لبيانات حزب الله المتتالية. قبل قليل أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأن الاستهداف الأول لمنطقة كيلع نتج عنه سقوط مسيرتين تابعتين لحزب الله دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض المسيرتين. وحاليا هناك استهداف ثاني خلال أقل من ساعة لنفس المنطقة، والخشية من تسلل مسيرات إضافية نحو تلك المنطقة الواقعة في شمال هضبة الجولان السوري المحتل. وعادة ما كانت تستهدف من قبل حزب الله بإطلاق صواريخ الكاتيوشا والفلق وغيرها من أنواع الصواريخ. هناك أيضا استهداف كان في الساعة الأخيرة نحو منطقة المطلة في أقصى إصبع الجليل، الحديث يدور عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو منزل في تلك المنطقة، مما أدى إلى تعرضه إلى أضرار دون وقوع إصابات وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. وأيضا الحدث الأبرز هذا اليوم هو استهداف في منطقة برانيت الواقعة في الجليل الغربي. حتى اللحظة لم يشر الجيش الإسرائيلي إلى طبيعة هذا الاستهداف، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن سقوط 3 صواريخ على الأقل في منطقة تقع في الجليل الغربي. وجاء بعدها بيان حزب الله الذي تبنى هذه العملية. وفقا للبيان الذي صدر عن حزب الله يتحدث عن استخدام صواريخ بركان، وفي إسرائيل في الأيام الأخيرة يتحدثون عن بدء حزب الله استخدام صواريخ البركان شديدة الانفجار، بمعنى أنها ذات القدرة على حمل مواد متفجرة بشكل كبير. نعرف بأن هذا النوع من الصواريخ قادر على حمل ما بين 100 وحتى 500 كيلوغرام من المتفجرات، ولكن على ما يبدو في الأيام الأولى من هذا التصعيد كان يستخدم حزب الله الصواريخ الأقل انفجارا، ولكن في الفترة الأخيرة يلحظ من خلال الإعلام الإسرائيلي استخدام صواريخ ذات قدرة تفجيرية كبيرة باستهداف المواقع العسكرية الواقعة على الحدود. إذن نتحدث عن عدة استهدافات منذ صباح هذا اليوم، بدأت في الجليل الغربي ثم إلى إصبع الجليل، وحاليا في هضبة الجولان السوري المحتل من خلال استخدام المسيرات المفخخة. من الجليل الأعلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات.